بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كامل سعد. النهاردة ان شاء الله هنكلمكم عن نهايات خراطيم الهيدروليك بناء على طلبكم وكومنتاتكم او تعليقاتكم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على نهايات خراطيم الهيدروليك بكل تفاصيلها، وهنتكلم على الهيدروليك هوزس اللي حضراتكم زي اللي حضراتكم شايفينها ديت، او خراطيم الهيدروليك بمقاساتها المختلفة. فخليكم معانا بحيث ان انت في نهاية الحلقة هنكون قادرين نوصلك انك انت تقدر تختار الخرطوم او خرطوم الهيدروليك المناسب للدائرة اللي عندك، وفي نفس الوقت تختار الفيتنج المناسب للدائرة اللي عندك. في بداية الحلقة كده هطلب منكم طلب بسيط، ياريت شير ولايك للفيديو بحيث تعم الفايدة على الجميع، وسبسكرايب لقناة لو عجبك الفيديو، وما تنساش اللايك والشير. طبعا عندنا النهاردة زي ما انتم شايفين مجموعة من الفيتنج، وهنكلمكم عن مقاساتها المختلفة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن انواع نهايات فيتنج الهيدروليك من الداخل، وقلنا لكم انواعها بالكامل، وهتلاقوا الحلقة دي في علامة الاي فوق دلوقتي. النهاردة هنتكلم بقى على مقاسات الفيتنج من ناحية الخرطوم. زي ما حضراتكم شايفين كده النهاية دي او الفيتنج ده يركب، عايز اعرف هو يركب على خرطوم او هيدروليك هوز مقاسه كام. احنا قلنا طبعا ان احنا بنبدأ من الربع بوصة، والربع بوصة هنا بتلاقي الكود بتاعه او رقمه على نهاية الفيتنج بتلاقي مكتوب 04، معناه ان هو ربع بوصة. يبقى احنا هنبدأ في البداية خالص، هنقول ان مقاسات نهايات خراطيم الهيدروليك اول مقاس فيها رقم واحد هو اللي هو 04، وزيرو اربعة ده اللي هو يركب على خرطوم ربع بوصة. تمام. طيب انا اعرف ازاي ان الفيتنج اللي معايا ده هو ربع بوصة؟ طبعا زي ما كلنا عارفين ان المقاس الربع بوصة ده المسار اللي هيمشي فيه الزيت. شايفين الفتحة دي كده زي ما حضراتكم شايفين اللي بشاور عليها بالقلم دي المسار او الديامتر او القطر اللي هيمشي فيه مسار الزيت. لو جينا نقيس النهاية دي من الخارج هنلاقيها 6 مللي ونص، او 6 مللي بمعنى صح، اللي هي تعادل الربع بوصة. تمام. يبقى انا لو جبت البوكليس كده وجيت اقيس النهاية دي كده زي ما حضراتكم شايفين، اقيسها واحدة واحدة كده، هنقيسها، نقيس النهاية دي من الخارج، هنلاقي ان النهاية دي الديامتر بتاعها 6 مللي، و6 مللي هنا اللي هي تركب على خرطوم ربع بوصة. بعد كده هنخش على المقاس الثاني، المقاس الثاني اللي هو الستة زي ما حضراتكم شايفين. هنقرب الكاميرا زي ما حضراتكم شايفين هو بي 43، ده رقم اساسي. بعد كده بتلاقي رقم 6، رقم 6 هنا ده يركب على خرطوم، وده النوع الثاني يركب 06، وده يركب على خرطوم 3 تتمان من البوصة. لو جينا نقيس قطر الخرطوم من الداخل اللي هيركب عليه هنلاقي ان قطره 10 مللي وكسر، وال10 مللي وكسر هنا معناه ان ده هيركب على خرطوم 3 تتمان. المقاس اللي بعد كده وده اللي هو 0، تعالوا نشوفه كده مع بعض، اللي هو 08، زي ما حضراتكم شايفين النقطه السوداء دي مكتوب فوقها 8 اهيت، وال8 هنا بتعادل الخرطوم اللي هو نص بوصه. يبقى ثالث مقاس معانا اللي هو 08، وده اللي بيعادل الخرطوم اللي يركب على خرطوم نص بوصة. وهكذا بقى في كل نهايات خراطيم الهيدروليك. لو جينا نقيس النهاية دي كده هنلاقيها 12 مللي من الاخر خالص، هنلاقيها 12 مللي ونص، واللي هي تركب على خرطوم الهيدروليك اللي هو لو جينا نحط الخرطوم كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، زي ما حضراتكم شايفين الفتحة الداخلية للهيدروليك هوز، هنيجي نحط النهاية دي كده وندخلها في النهاية هتدخل معانا بكل بساطة زي ما حضراتكم شايفين، بتركب كده وبعد كده بتنكبس على الخرطوم. الخرطوم زي ما حضراتكم شايفينه نص، ومكتوب جنبه 12 مللي ونص، والنص بوصة هنا معناه اللي هو بيعادل له 12 مللي ونص، لأن البوصة عبارة عن 2.54 سنتي. طيب لو جيت أنا واحدة واحدة كده معايا، لو جيت أنا أركب
اركب الخرطوم النص بوصه زي ما حضراتكم شايفين، اركبه على فيتنج 3 اتمان تمام، مش هيبقى واسع معايا. لو جيت اقيس القطر الداخلي ده هلاقيه نص بوصه، يبقى النص بوصه هنا ما ينفعش يركب على الفيتنج التلات ادمان، لان التلات ادمان هيبقى قطره اقل، وبالتالي هركبه او هكبسه الكبس بتاعه هيكون غلط، وفي نفس الوقت هيليك معايا او يسرب معايا زيت. طيب احنا كده خدنا تلات انواع من المقاسات، وعرفنا ان الزيرو 4 بيعادل الربع بوصه، الزيرو 6 بيعادل التلات اتمان، ال 8 او الزيرو 8 بيعادل النص بوصه. بعد كده ندخل على الزيرو 10 4، ده ال 10 وده بيعادل الخمس اتمان من البوصه. يبقى ده الفيتنج بتاعه، لو جينا نقيس الديامتر ده كده هنلاقيه بيعادل الخمس اتمان بوصة، يبقى ما ينفعش يركب على نص بوصة. هندخل على المقاس اللي بعد كده اللي هو ال 12، وده اللي بيعادل التلات ارباع بوصة، ويركب على هوز او خرطوم تلات ارباع بوصة. طبعا دي المقاسات المعقولة بالنسبة لي او الشائعة عند اغلبية الناس. طيب بعد كده بقى بندخل على المقاسات الكبيرة في الحجم، وطبعا المقاسات اللي حضراتكم شايفينها دي في منها اللي هو زاوية 90 زي اللي حضراتكم شايفينه ده، وفي منها اللي هو زاوية 45، وفي منها اللي هو ستريت زي النوع اللي حضراتكم شايفينه قدامكم. طيب في مقاسات كبيرة بقى من بعد ال 12، زي ما حضراتكم شايفين ال 12 هنا بيعادل الثلاث ارباع. طيب النوع الخامس بقى والمقاس الخامس بيعادله الرقم اللي بعد كده اللي هو ال 16. لو حضراتكم بصيتوا هتلاقي نقطة سوداء، وهتلاقي مكتوب على الفيتنج 16، ال 16 هنا ديت بيعادله اللي هو الواحد انش او واحد بوصة. المقاس اللي بعد كده اللي هو عندي ال 20، وال 20 هنا ده رقم 6، ال 20 بيعادله واحد وربع بوصة، يعني يركب على هوز او خرطوم هيدروليك واحد وربع بوصة. وبعد كده رقم 7 او الفيتنج رقم 7 اللي هو 24، وده اللي هيركب عليه خرطوم واحد ونص بوصة، زي ما حضراتكم شايفين الفيتنج ده كده رقم 24. لو جينا نقيس الديامتر ده كده هنلاقيه ما يعادل البوصة ونص، وده القطر الداخلي، وده القطر الداخلي لخرطوم الهيدروليك اللي هيركب عليه. بعد كده هنمسك رقم 8، رقم 8 ده هو المقاس ال 32، وال 32 هنا بيعادل الخرطوم اللي هو الاتنين بوصة. وطبعا المقاسات الكبيرة دي موجودة في المعدات برضو بكثرة، ولكن في المعدات الكبيرة ودوائر الهيدروليك اللي هي كبيرة جدا ومعقدة. وبكده بالورقة دي كده يبقى احنا معانا كل مقاسات خراطيم الهيدروليك اللي هتقابلنا لو احنا بنكبس خراطيم، او لو انا عندي معدة وعايز اعرف الفيتنج او النهاية ديت تركب على خرطوم كام اقدر اعرفها. وفي نفس الوقت لو انا عندي خرطوم ضرب في المعدة او تلف اقدر اقيس القطر الداخلي بتاعه، اقدر اقيس القطر الداخلي بتاعه عن طريق كاليبر زي اللي معايا ده، اقيس القطر الداخلي بتاعه واعرف الخرطوم ده مقاسه كام، ومن هنا ابدا اجيب له الفيتنج اللي يناسبه، بحيث ان انا اكون قادر ان انا اوصف او اقدر اروح لبتاع كبس خراطيم الهيدروليك واقول له والله انا عايز فيتنج وليكن 04، وال 04 ده اللي هو يركب على خرطوم ربع بوصه، او 06 اللي هو التلات اتمان، وهكذا لحد ما توصل لل 32. وفي الغالب ان دوائر الهيدروليك بالنسبه لغالبيه المعدات بيبقى اقصى حاجه فيها 2 بوصه، الا بقى اذا كانت المعدات دي معدات سبيشال
او معدات كبيره الحجم ممكن نلاقي فيها سايزات اكبر من كده او اكبر من الاتنين بوصه، ولكن دي اللي شائعه او اللي موجوده في اغلب المعدات. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، يا رب تكونوا استفدتوا معلومه، ولو عجبك الفيديو اعمل شير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس بحيث يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.